اوكي، هنا من شو اسمه ده يا ربي، هنا بس بيوضح لنا يعني كل بتاع اللي هو بتاع الديزيز بصفة عامة، انه مثلا سي اكسكلود للرابشر اكتوبيك بريجنسي. البيشنت ممكن يجي اللي هو لما يكون عنده مثلا سوبر بيوبيك، ممكن يفكر اللي هو زي مثلا البيريود بين، ولا ممكن يفكر في السكشوال ترانسميتد ديزيز، الحاجات دي عارفين، او البيلفيك انفلاماتوري ديزيز. من ناحية الـ urinary tract disease اللي هم يجي بالفلانك بين، طبعا هذه في محاضرة اللي هو اليورولوجي، وبرضه سويت لها سلايدات ما راح تسهل لكم بإذن الله حياتكم. ممكن لو جانا البيشنت بالفلانك بين، وطبعا ايراديات الجروين وزي كده، فهنا غالبا يكون ستونز، ممكن يجي بيو تي اي، شو اسمه ده يا ربي، برضه الكلام ده. هنا انه برضه حقون سيكل سيل انيميا، او البيشنت دول بصفه عامه. ايش هم اللي عندي؟ اوكي، ممكن يجي برضه ضمن البين. اوكي، بس عشان نطمن ان احنا خلصنا كل شيء. ايش ده؟ اوكي ايه، اوكي تقريبا كده طمنا ان احنا قلنا كل المواضيع باذن الله. وهنا بس مجرد ام سي كيو. لما انا قريت السلايدات، قريت الاوبجكتيفز واخذت منها المهم، اخذت منها موضوع ايش الكي ووردز، فتقريبا كلها حلوه في السلايدات اللي كتبتها. معلش اني ما لحقت اكتب اللي هم البيبتيك السر والاسكيميك. اذا احتجتوا اي حاجه، اذا احتجتوا اي شيء ممكن تتواصل معايا. ما فهمت نقطه، انا عارف ممكن يكون شرحي سريع، ممكن في كلام كان كده داخل في بعضه، فعايز اسالوني اشرح كل ككويك. بس ريكاب، ممكن احنا نفش نفكر، طبعا مره مهم ان احنا نعرف فين مكان الالم. المحاضره كلها تعتمد على فين مكان الالم، فممكن يكون عندنا اسباب مره كتير، زي اللي هو كارديو فاسكولار كوزز، زي عندنا مثلا زي ما قلنا الام اي للبيشنت اللي يجوا بالديابيتس، يجوا بس بجاستريك بين، ودول يعني لازم يصير لهم عطوا اي سي جي. فللامانه اي بيشنت يجي ديابيتك، فعطوا نسيله ابدومينال بين، عطوا نسيله اي سي جي عشان نقول اوت الام اي. برضو من ضمن الأسباب اللي هو الأورتيك دايسكشن ممكن تسبب بجاستريك بين. ممكن عندنا أصلاً أسباب الجي آي نفسها، غاسترايتس، بريفريشن، الميزنتريك إسكيميا أو الباول إسكيميا بصفة عامة، الأكيوت بنكرياتاي، الأكيوت أبيديسايتس. هنا إيش قلنا نفكر فيها؟ بجاستريك بين بعدين يتحول لرايت لور كوادرنت، وبعدين معاهم فيفر، نوزيا، أنوركسيا. كيف نسوي لهم دياجنوسيس؟ هو غالباً كلينيكلي. ممكن اللي هم نسوي لهم اللي هم الايمجينج اللي هو الالترا ساوند، او السي تي معلش. المانجمنت تقريبا يعتبر سبورتيف، الين ما نوديهم اللي هم للسيرجري، يسوي لهم ابندكتومي. الليبتيك السر ابيجاستريك بين، طبعا ليهم نوعين، الديدينال والجاستريك. الديدينال كيف نعرفه؟ ريليف وذ فود، والجاستريك لا، لما ياكل بيزيد مع الالم. طبعا يكون عندهم اللي هم الهيستوري اوف ريسك فاكتورز، زي مثلا بياخذوا انسيدز، زي لما قالوا لنا في شو اسمه ده ربي في الستيشنز. يكون البيشنت عنده اصلا فاميلي هيستوري، البيشنت يكون سموكر، البيشنت يكون اوبيس، لايف باد لايف ستايل. وطبعا دول يعني المانجمنت حقهم برضه يكون سبورتيف. وبعدين عاد بالذات زي مثلا كان عندهم بريفريشن او اللي هو البليدنج، فغالبا برضه سيرجري يسوي لهم ابرندسكوب، بعدين لاجيشن وزي كذا. دايفرتيكولايتس، نفس موضوع الميزنتريك، لور ليفت كوادرنت بين، وطبعا فيفر، كونستيبيشن. نسوي لهم اللي هم اللابز، ممكن يكون عندهم وايت بلود سيلز، لكن زي ما قلنا نسوي لهم السي تي وذ اللي هو كونتراست، لكن قبلها لازم نسوي اللي هو الاكس راي عشان موضوع الكومبليكيشن من ناحيه معلش من ناحية اللي هو ال preparation. ايش في كمان؟ ايش في courses؟ ايه معلش ثواني، ايش في عمل لك ابني؟
طبعاً إيه صح، من ناحية برضو كمان البيلري والأكيوت بنكرياتايتس، أكيوت بنكرياتايتس إبيجاستريك بين رديات للباك، طبعاً برضو عندنا فيبر، كل شيء في الحياة أكيوت، كل سيستايتس طبعاً، الأميز والأملياز السبيسيفيك والسيستيف، وممكن يصير اللي هو السي تي عشان هذا الكونتراست، ليفر فانكشن والألترا ساوند عشان إكسكلود لموضوع الجولستون. طبعا اكيد كوليسيستايتس معروفه، رايت ابر كوادرنت، طبعا ممكن رديات الشولدر، فيفر، نوزيا، فوميتنج، وطبعا نسوي لهم اللابس، هاي وات بلاد سيلز، نسوي لهم الترا ساوند، وممكن نسوي لهم السي تي كمان عشان موضوع شو اسمه ده، ربي، اكيد ميكريتاتس كومبليكيشن. من ناحيه الفيميل فاحنا نفكر في الاكتيف بريجننسي، بالذات طبعا حتكون حاله ايمرجنسي، وكل شيء ممكن نفكر فيه اللي هو رابشر، اكتيف بريجننسي، سيفير لور ابدومينال بين، وطبعا ممكن ترشيف، ممكن يجي بفجان البليدنج، ممكن لا، فاحنا برضو يعني الفجان البليدنج اذا ما جانا فجان البليدنج مو يعني خلاص نسوي اكسكلود، لا، لازم نسوي لهم اللي هو البريجننسي تيست لاي وحده كانت في سن الحمل وهي متزوجه، ممكن يكون عندهم اوفيريان ترى كمان تورشن، هذول يجوا بسدن اونست يونيلاترال لور ابدومينال اور بلفيك بين، طبعا معاهم نوزي فوميتنج، وغالبا النوزي فوميتنج تكون بسبب السيفير بين، وطبعا دول نشخصهم بالبلفيك الترا ساوند، ما جابوا سيرته هنا. ممكن برضو البيشت يجوا بتستيكولر تورشن، يكون عندهم سيفير لور كوادرنت تستيكولر بين، ممكن يكون عندهم اكيوت بولينفرايتس، اليو تي اي، نفرا الستونز وكذا، هذه كلها طبعا على حسب الريجنز، تمام. ومره مهم احنا نعرف الابروش وايش نطلب انفستيجيشن، وكل انفستيجيشن حيكون انديكيت لايش بالضبط. وكده تقريبا خلصنا. وبرضه كان كويك ريكاب سريع، مثلا البيشنت جانا بجاستريك بين، حنفكر في جاسترايتس، اكيوت بنكرياتايتس، سيبتيك السر، الام اي، شو اسمه ده ربي، دبل اي، الاورتيك دايسكشن، الحاجات دي. رايت ابر كوادرنت حنفكر في البيلري كوليك، كوليسيستايتس، الحاجات دي، اكيوت بيتايتس. ممكن يكون عندهم ممكن البيش تجيب لور لوب نيمونيا، ويكون عندهم رايت ابر كوادرنت، بس هذا يعني مدري فين. رايت ليفت كوادرنت اللي هو ال كوادرنت اي رايت ليفت كوادرنت اللي هو الاكيوت بنديسايتس والانفلاماتوري مثلا باول ديزيز، مثلا اللي هو ليفت لور كوادرنت اللي هو الدايفرتيكولايتس، وزي ما قلنا ممكن الميزنتريك او الباول اسكيميا. وايش عندنا كمان؟ سوبرا بيوبيك، نفكر طبعا في اشياء الفيميل، اكتيبك بريجنسي، اللي هو برايمري انفلاماتوري باول دي انفلاماتوري، معلش، بلفيك انفلاماتوري ديزيز، وسيستايتس والاشياء دي، الديفيوز طبعا نفكر في الابستراكشن، نفكر برضه في الميزنتريك، نفكر في البروفريشن اللي هو البروتونايتس. وتقريبا كده غطيت يعني الحاجات المهمة، ويا رب تكون محاضرة سهلة وخفيفة، وسامحوني طولت عليكم، ومرة شكرا.